قطاعات عدة تأثرت كثيرا بجائحة كورونا وما تبعها من إجراءات. اليوم نسلط الضوء على قطاع النقل العام في محافظة الطفيلة، إذ يقول سائقو حافلات إن الجائحة تركت كثيرين منهم بلا دخل وأصبحوا مهددين بالسجن بسبب تراكم الالتزامات والديون عليهم. في كل صباح يصل أبو رامي مجمع الحافلات على أمل أن يحظى بدور لإحدى حافلتيه العاملتين على خط الطفيلة الكرك والطفيلة العيس، إلا أن ضعف إقبال المواطنين على استخدام خطوط النقل العام في المحافظة وتعطيل عمل الجامعات والمدارس زاد من الأعباء المعيشية عليه وعلى أسرته. مشاكلنا الباصات غير عاملة، في سواقين قاعد بيشتغل في الأسبوع 4 أيام بأخذ 40 ليرة. صاحب الباص، أنا قبل شوي في باص، صاحب باص بقول لي أنا بدي أروح أسجل في التنمية. باصاتنا انتهكت، احنا انتهينا استوينا، بكره لو وقف امر الدفاع نص اصحابي الباصات في السجون، لانه اغلبها عليها 7 قنبلات 8 قنبلات ما اندفعت. والان في قضايا في المحاكم، الان في قنبلات مكسوره، في شكات. حال ابو رامي لا يختلف كثيرا عن باقي سائقي الحافلات، والقطاع يشكو غياب الجهات الرقابيه عن تغول السيارات الخاصه على عمله. المشاكل اللي بنتعرض لها كمان هنا، الدولة غض البصر عن السيارات الخصوصية، الحكومة نفسها غض البصر عن السيارات الخصوصية. من حد ما اجتنا جائحة كورونا السيارات الخصوصية بتشتغل والعموم واقف، وعلى مرأة من السير ومرأة من جميع أقول الجهات الرقابية. مسارات عديدة سلكها مالكو ومشغلو خطوط النقل العام للوصول إلى تفاهمات مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتحسين أوضاعهم، يقولون أنها لم توصلهم لغايتهم. هيئة قطاع النقل قد ما نحاول نتواصل معهم ونحل أمور النقل بالنسبة للمحافظات، قاطعين أي شيء بالتواصل معهم، مم راضين يجاوبوا معنا نهائي. يعني بالنسبة للباصات تعويضات ما في، أمور الجامعات قاعدة واقفة هالساعة، أمور المدارس واقفة، يعني كلها معطلة. مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل بمحافظة الطفيلة قال أن المشكلة مركزية ولا صلاحيات لديهم بالحديث فيها، ليبقى هذا الملف مفتوحا أمام هيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل. عبد المهد العواجين، رؤيا